بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرة الاناتومي الثانية في الجي اي تي موديول للفرقة الثانية. هناخد فيها الاناتومي اوف ذا ديودينوم اند البنكرياس. اول حاجة عايزين نعرفها عن الديودينوم، زي ما واضح من الدياجرام ده ان الديودينوم هو بارت من البارتس اوف ذا سمول انتستين، بحيث ان انت تبقى عارف ان السمول انتستين ليها 3 بارت: الديودينوم، الجيوجينوم اند الانيوم. بالنسبه لي الديودينوم يعتبر الشورتست الوايدست اند الموست فيكسد بارت لما بنيجي نقارنه بالايه اذر بارتس اوف ذا سمول انتستين، تمام. وطبعا الديودينوم ده هو البارت اللي بيجي بعد الاستومك، يعني بيكونكت البايلوراس اوف ذا استومك بالجيوجينوم. يعني انا عندي الجانكشن ده هيبقى ما بين الديودينوم والبايلوراس، بايلورو ديودينال جانكشن، وبعد كده بينتهي الديودينوم بالجانكشن with الجيوجينوم، بيتسميه ديودينو جيوجينال جانكشن او ديودينو جيوجينال فليكشن. الجزئية اللي بعد كده في الدياجرام ده هتلاحظ ان الديودينوم سي شيبت، بحيث ان its concavity directed to the left و its concavity بتكون around the head of the pancreas. ده كده البنكرياس، head of the pancreas، فبتلاقي ان الديودينوم concave around the head of pancreas. The position of the duodenum in abdominal cavity بيتوصف ان هو موجود في منطقة الإبيجاستريك والأمبليكال regions above the level of the umbilicus. وفي نفس الوقت هتبقى عارف ان هو بيبقى opposite اللمبر فيرتبري من L1 لL3. بعد كده هتعرف ان الديودينوم بيتوصف ان 4 بارس. بارت الاولاني اللي هو الفيرست بارت اللي هو ده كده بنقول عليه سوبيريور بارت، وبيبقى طوله 1 انش، وبدايته آية البيلورو ديودينال جانكشن تبقى نص انش to the right from the midline. بعد كده البارت التاني ده بنقول عليه second part او descending part of the duodenum، طوله قد ايه؟ بيبقى طوله 3 انش. الفيرست بارت، سوري يا دكاتره، الفيرست بارت 2 انش والسكند بارت هو اللي 3 انش، والسكند بارت 3 انش. السكند بارت ده بنقول عليه descending part of the duodenum، descending part of the duodenum، تمام. فايس ان هو بيبقى to the right من اللمبر فيرتبري. بعد كده البارت الثيرد بارت زي ما انتم ملاحظين بيتسمى ترانسفيرس، لان الكورس بتاعه ترانسفيرس opposite L3. اخر بارت بقى اللي هو الفورس بارت طوله 1 انش، وبيبقى تقريبا 1 انش from the midline plate. خلاص، يبقى دي كده البارتس of the duodenum، بحيث ان في الاخر بيبقى طول الديودينوم كله على بعضه 10 انش. العشرة انش دول متقسمين 2 انش للفيرست بارت، السكند بارت 3 انش، والثيرد بارت 4 انش، والفورس بارت 1 انش، تمام. في السلايد دي هندرس البريتونيال ريليشن اوف ذا ديودينوم.
pineal relation of the duodenum. ده طبعا سيرجيكال سيكشن بحيث ان هيبقى وضع يعني السيكشنز اوف ذا ابدومينال اورجان. ده كده الديودينوم بارت من الديودينوم. ده البنكرياس. والتاني هتلاحظ ان شايفين البريتونيوم. علاقة البريتونيوم ايه بالديودينوم؟ ان البريتونيوم partially covered by the peritoneum. يعني ايه partially covered؟ يعني not completely covered by the peritoneum. يدوبك البريتونيوم بيغطي its anterior surface. بالتالي هو بيكون fixed للposterior abdominal wall not mobile. غير بقية السمول انتستين. لاحظ كده ده جزء section يعني بيمثل السمول انتستين الجيوجينوم او الاليوم. بتكون completely covered by the peritoneum وليها peritoneal fold صاحبة peritoneal fold اللي هو mesentery of the small intestine. وبالتالي بتبقى تقدر ان هي تبقى freely mobile. طيب احنا بنقول ان most of the duodenum retroperitoneal. most of the duodenum fixed to the posterior abdominal wall except ايه بقى؟ except the first inch of the superior part of the duodenum. first inch بيكون زي وزي الاستومك. يعني دي كده الاستومك. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الاستومك completely covered by the peritoneum. يعني ال anterior surface of the peritoneum of the stomach covered by the peritoneum of the greater sink. و ال posterior surface of the stomach covered by the peritoneum of the lesser sink. نفس الكلام بينطبق على ال first inch of the first part of the duodenum. ان هو completely covered by the peritoneum. و الحاجة التانية انه برضو زي ال stomach ان ال upper border بيجيب attachment to the lesser omentum و its lower border برضو بيجيب attachment to the greater omentum. this is the greater omentum. برضو في الرسمة المبسطة دي كده بنوضح جزئية ال ادي ال first inch of the duodenum. first inch of the superior part of the duodenum. تلاقوا ان ال upper border attached عمل attachment مع ال lesser omentum وال lower border greater omentum. تمام. وهو completely covered by the peritoneum. its anterior and posterior surface covered by the peritoneum. الجزئية التانية اللي هتعرفوها في ال diagram ده هتلاحظ ان at the duodenal jejunal flexion. يعني ده كده اللي هو ال fourth part اللي احنا بنسميه ascending part او ال fourth part. واللي هينجي بعد كده اللي هو الجيوجينوم. ففي فليكشر ما بينهم اللي هو الفليكشر ده. الفليكشر ده بنسميه ديودنو جيوجينال فليكشر. فهذا الفليكشر بيبقى فيكسد ان بوزيشن عن طريق فايبرو ماسكولار باند بنسميه سسبنسوري ليجامنت اوف ذا ديودنو. بحيث ان هو بيبقى ليه اتاشمنت مع الرايت كروس اوف ذا دايفريم. هنبتدي بقى ندرس الـ relations of the duodenum. في الأول بنبدأ بـ الـ relation of the first part of the duodenum. relation of the first part of the duodenum. ادي الـ duodenum. this is the first part of the duodenum. ده كده الـ first part of the duodenum. ال anterior relation its anterior relation دي طبعا رسمة مبسطة. ولكن anterior relation بيبقى related للليفر بتحديد للquadrate lobe of the liver. first inch related anteriorly للquadrate lobe of the liver. اما second inch of the first part of the duodenum بيكون related للبودي and neck or the gallbladder.
تمام. دي كده ال anterior relation of the. طيب هنا بقى في ال slide دي هنعرف ال posterior relation of the first part of the duodenum. أول حاجة زي ما احنا متفقين إن ال first inch مختلف عن ال second inch. ال first inch بيكون related posterior لل lesser sink تمام، زيه زي ال stomach، وبيكون ال lesser sink بيفصله عن ال neck of the pancreas. اما السكند انش فبيكون ريليتد لبوستيريورلي مجموعه من الاستراكشرز بتعدي بيهايند ات. خدناها قبل كده لما كنا بنقول او بنتكلم على الريترو ديودينال بارت اوف ذا كومن بايل داكت. يبقى انت هتفهم من كده ان السكند انش او ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم ريليتد بوستيريورلي مين؟ للكومن بايل داكت وارتري بنقول عليه الجاستروديودينال ارتري، جاستروديودينال ارتري والبورتال فين، اند ورا بيهايند البورتال فين الانفيريور فينا كيف. فكل الاستراكشرز دي بتكون بيهايند السكند انش او ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم. بعد كده الرسمه دي بتبين السوبيريور اند الانفيريور ريليشن اوف ذا ديودينم. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنا ده كده ال first inch of the duodenum related superiorly لل attachment of the lesser omentum and the epiploic foramen و related inferiorly لل attachment of the greater omentum. تمام؟ هتلاحظ هنا في الديجرام ده بصفة عامة الديودينوم اصلا كيرفد اراوند الهيد اوف ذا بانكرياس، وبالتالي لو انت بتتكلم على الانفيريور ريليشن اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينوم هتكون الهيد اوف ذا بانكرياس. بعد كده هندرس الريليشنز اوف ذا second part of the duodenum اللي هو البارت ده. This is the second part of the duodenum اللي احنا بنسميه descending part of the duodenum. Descending part of the duodenum. طيب ايه relations بتاعته؟ اول حاجة ال anterior relation of the second part of the duodenum. Anterior relation of the second part of the duodenum هنلاقي ان ال upper portion of the second part of the duodenum related anteriorly right lobe تمام. بقية السكند بارت ده كده الكات ده كده، شايفين الكات ده؟ This a transverse colon. لو احنا كملناه هيبقى related anteriorly للسكند بارت of the duodenum، يعني معدي على السكند بارت of the duodenum اللي هي بداية transverse colon، beginning of the transverse colon. آخر جزء من second part of the duodenum اللي هو البارت ده كده بيبقى related لي الكايلز of the duodenum. طيب إذن ده كده second part of the duodenum ال anterior relations بتاعته related لي right lobe of the liver، related لي ال beginning of the transverse colon، وبيبقى موجود هنا coils of the jejunum بتغطي اخر جزء ال most lower part of the second part of the duodenum coils of the jejunum. اما ال posterior relations of the second part of the duodenum فبيكون ال anterior surface of the right kidney. This is the right kidney اللي هي باللون الاخضر. Second part of the duodenum بيكون in front ليها، in front لل right kidney. بالتالي ال anterior surface of the right kidney behind it. تمام؟ Close to the hilum of the kidney. And right renal vessels برضو بتكون جاية behind it. يعني right renal vessels اللي هو renal artery و renal vein وهم داخلين وخارجين للهايلم of the liver كمان بيكونوا behind the second part of the duodenum.
في السلايد دي هنكمل برضو ال relation of the second part of the duodenum اللي هو descending part of the duodenum. في ال diagram ده هنرجع تاني ال posterior relation of the second part of the duodenum. This is the second part of the duodenum. Structures اللي behind it right kidney. Anterior surface of the right kidney, جزء من ال anterior surface of the right kidney, الجزء اللي هو بيبقى close لل hilum of the kidney. تمام؟ كمان عندي ال renal vessels, ال right renal vessels بيبقوا behind the second part of the duodenum, اللي هو ال right renal artery اللي هو بيبقى branch من ال abdominal aorta. فجزء منه بيبقى behind the second part of the duodenum. وكمان ال right renal vein behind the second part of the duodenum وبيبقى رايح علشان ينتهي في ال inferior vena cava اللي هو ده. اما هنا هيرجع لك على ال anterior relation of the duodenum في ال diagram ده. لاحظ معايا كده ادي second part of the duodenum. كنا قبل كده بنقول ان ال most lower part of the second part of the duodenum related anteriorly the coils of the jejunum. This is the coil of the jejunum. تمام؟ We the middle part of the second part of the duodenum related anteriorly the beginning of the transverse colon. يعني احنا لو كملنا ده كده هيبقى transverse colon. فيبقى مغطي او جاي in front of the second part of the duodenum. The upper portion of the second part of the duodenum زي ما قلنا قبل كده ان هو بيبقى related to the right lobe of the liver. في الديجرام ده هندرس the medial lesion of the second part of the duodenum. This is the second part of the duodenum. هنلاحظ ان هو related medially to the head of the pancreas, related medially to the artery اللي هو superior pancreatico duodenum artery, وأيضا related medially للartery ده اللي هو inferior pancreatico duodenal artery. superior pancreatico duodenal artery و inferior pancreatico duodenal artery. آخر جزئية في ال medial relations of the second part of the duodenum هتلاحظ إن ال common bile duct and the main pancreatic duct enter together through the medial wall of the second part of the duodenum. بيكونوا عملولي ال البنج ده اللي احنا بنسميه beto pancreatic ambulla أو ambulla of Bata and open on summit of major duodenal babylon. The accessory pancreatic duct open also into the medial wall of the second part of the duodenum on summit of a minor duodenal babylon. This is the major duodenal babylon. Above it بحوالي 2 سنتيمتر بنلاقي الماينور duodenal babylon اللي هي ال opening of the accessory pancreatic duct. في السلايد دي بقى هنعرف ال relation of the third part of the duodenum اللي هو البارت اللي احنا كنا بنسميه horizontal part of the duodenum اللي هو الجزء ده. الجزء ده من الديودنوم horizontal part of the duodenum related anteriorly لإيه؟ related anteriorly superior mesenteric artery اللي هو ده and superior mesenteric vein. وهم معديين في الروت of the mesentery of the small intestine. يبقى إذا third part of the duodenum related anteriorly the root of the mesentery of the small intestine. تمام؟ and within it بيبقى موجود the superior mesenteric vessels. دي كده ال anterior. اما ال posterior relation of the third part of the duodenum علشان تبقى مستوعبها
فالدياجرام ده بيوضح لك الستراكشرز ان ريليت الستراكشر اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول، ستراكشرز اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول. تخيل كده، دي كده الرايت كيدني، تمام. واحنا خلاص عارفين ان السكند بارت اوف ذا ديودنم كان موجود هنا، ده كده مكان الديسندنج بارت اوف ذا ديودنم، بحيث ان الرايت كيدني والرايت رينال فيزلز اللي هم دول الرايت رينال ارتري والرايت رينال فين بيبقوا بيهايند السكند بارت اوف ذا ديودنم. بعد كده بيبقى عندك الثيرد بارت اوف ذا ديودنم، بيبقى هوريزونتال، بيبقى كروس الاستراكشر دي، بيعمل كروسنج الثيرد بارت اوف ذا ديودنم، بيعمل كروسنج لكل الاستراكشر دي اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول. فلو خدناهم كده from right to the left هنلاقي مين هي الستراكشرز اللي behind the third part of the duodenum. اول حاجة عندنا العضلة دي اسمها right psoas major، دي واحدة من muscles of the posterior abdominal wall، اسمها right psoas major. ده كده اللي باللون الابيض ده right ureter، right ureter. والفيزز دي اللي هي الجونادال فيزز، رايت جونادال فيزز. بعد كده عندنا الانفيريور فينا كافا اللي هو ده، وعندنا الاورطة، ونفس الليفل ده اللي هو ليفل اوف ال 3 اللي هو ليفل اوف الهوريزونتال بارت اوف ذا ديودنوم، بيكون الاوريجين اوف الانفيريور ميزنتريك ارتري طالع من الاورطة. فانت يبقى في ذهنك المنظر ده او الستراكشرز اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول علشان تقدر ان انت تطلع منها الريليشنز اوف ذا بوستيريور او البوستيريور ريليشن اوف الهوريزونتال بارت اوف ذا ديودنم اللي هم اول حاجه العضله دي رايت سواس ميجور ماسل، رايت جونادال فيزز اللي هم دول، رايت جونادال فيزز، رايت يوريتر، inferior vena cava، abdominal aorta، and the origin of the artery ده اللي بنسميه inferior mesenteric artery. بعد كده هندرس بقى relation of the first part of the duodenum اللي هو ascending part of the duodenum. This is the ascending part of the duodenum related anteriorly للtransverse colon. لأن transverse colon بيمشي بشكل transverse كده، الكورس بتاعه بيبقى transverse، وبالتالي هو بيcross in front the second part of the duodenum وcross in front the fourth part of the duodenum. تمام؟ يبقى الدياجرام ده بيوضح جزء من الanterior relation of the fourth part of the duodenum. طيب هنا في الدياجرام ده بيوضح البوستيريور ريليشن اوف ذا فورث بارت. عندي الرسمه دي رسمه لستراكشرز، بعض الستراكشرز اوف البوستيريور ابدومينال وول. فانا هيبقى عندي الليفت سواس ميجور، الليفت سمباثيك تشين، الليفت جونادال فيزز، الليفت رينال فيزز، مجموعة الستراكشرز دي related هنا في الرسمة دي لو لاحظتوا ده كده ال first part of the duodenum. بعد كده بيبقى عندنا duodenal jejunal flexion، فال coils of the jejunum بداية ال coils of the jejunum بتكون كمان related anteriorly ال first part of the duodenum. طيب هنا في السلايد دي هنعرف الميديال اند اللاترال ريليشن اوف ذا فورث بارت اوف ذا ديودنم او الاسيندنج بارت اوف ذا ديودنم. هلاقين هو ريليتد ميديالي للبروسيس دي. انا عندي دي كده الهيد اوف ذا بانكرياس، في بروسيس بنسميها انسولين بروسيس، انسولين بروسيس تكون ريليتد ميديالي للفورث بارت اوف ذا ديودنم. اما اللاترال ريليشن اوف ذا فورث بارت فعندي الليفت يوريتر والليفت كيدني. عند الاريا سايد اوف ديودنم الديود هيوصل
هذا بريد ايش هي زي السوبين كريم وجود ارتري ودم بريد جاس جود ارتري ايش الكوفيبات ارت لو بريد ريترو وي ابلاي ريترو ارت ريترو ارت اوسو شمين جاس جود ارتري يدنا طبنا رينج النورا يدنا تمام الفيد كريت يدنا ري بمن السونزي ارتري يعني سبار يدنا وي روس سطولي يدنا يدنا البشوم بيرس جل ار كده تاري لاي الجد Venus of the Jubilee in a vortex is from the green. The energy and the also like what the wood are gas from our magazine and lymph highly vatic so many thick no from a sick lymphs. Barton is the energy of the heat, sweet and lymph. In their mind, you don't know how the odic nerve Again, it's a textbook and the senior music place. بعد ما خلصنا الديودنوم هناخد الاناتومي اوف ذا بنكرياس. البنكرياس انتوا عارفين ان هو exocrine and endocrine gland. Exocrine gland لان لها secretion digested enzymes و endocrine gland لانها بتسكريت الانسولين و الجلوكاجون. طيب البنكرياس هو واحد من الابدومينال اورجان ريليتد للبوستيريور ابدومينال وول. بيبقى موجود بشكل ترانسفيرس تقريبا بحيث ان هو موجود في انو ريجونز من الناين ابدومينال ريجونز. هو موجود في اللور بارت اوف الابي جاستريك ريجون. يبقى البوزيشن اوف ذا بانكرياس لور. هتلاحظ معايا هنا ان البانكرياس بيبقى ريليتد للكونكافيتي اوف ذا ديودينوم وبينتهي عند at the spleen at the left side حيث ان هو بيبقى ليه parts of the pancreas, head of the pancreas, neck of the pancreas, body and tail. البنكرياس يعتبر من الريترو بريتونيال أورجانس. فانا عندي في الدياجرام ده ساجيتال سيكشن. انا كده بوستيريور ده كده الفيرتبرال كولوم وده سيكشن في البنكرياس ده البنكرياس. لاحظوا ان هو كفرد بارشلي كفرد باي ذا بريتونيوم. هو يعتبر ريترو بريتونيال أورجان. بالتالي هو فيكسد ات البوستيريور ابدومينال وول. السكشن ده كرونال سكشن. كرونال سكشن دي واحدة من اللمبر فيرتبري كده رايت سايد ليفت سايد. تلاقوا ان البنكرياس بيبقى موجود بشكل ترانسفيرسلي ريليتد للبوستيريور ابدومينال وول حيث ان هو بيبقى ريترو بريتونيوم. ده كده البريتونيوم visceral layer of the peritoneum. عشان كده بنقول ان البنكرياس ريترو واحد من الريترو بريتونيال organs. parts of the pancreas زي ما احنا قلنا عندي الهيد نيك بودي اند تيل.
وهتلاحظ ان في بروسيس ريليتد للهيد اوف ذا بنكرياس، البروسيس دي بنقول عليها انسونيت بروسيس. انسونيت بروسيس يبقى ده شكل البنكرياس ودي البارتس بتاعته. علشان بعد كده لما نبتدي ندرس الريليشنز اوف ذا بنكرياس بنبتدي ندرس الريليشنز اوف ايتش بارتس اوف ذا بنكرياس. طيب في الاول هنبدا بالريليشنز اوف ذا هيد اوف ذا بنكرياس. لاحظ معايا كده في الدايجرام ده، دي كده this is the head of the pancreas، تبقى disc shaped related لي ال concavity of the duodenum. تمام، بالتالي نقدر نقول ان ال head of the pancreas related superiorly لي ال first part of the duodenum و related لي ال second part of the duodenum lateral ليها، related inferiorly a third part of the duodenum. We بعد كده عندنا process في الدياجرام ده، شايفين البروسيس دي بنسميها unsonant process. unsonant process ال unsonant process related لي ال vessels دي اللي هما ال superior mesenteric vessels artery و ال vein. ال artery superior mesenteric artery والسوبيريور ميزنتريك فين بيكونوا in front of the unsonant process of the pancreas. تمام، طيب لو لاحظت هتلاحظ الترانسفيرس كولون هو هنا كأنه هو شده لتحت، لو سابه للبوزيشن بتاعه بيبقى in front of the head of the pancreas. تمام، ده diagram هنوضح فيه posterior relation of the head of the pancreas. في structure اللي هي دي اللي هي common bile duct. common bile duct بتكون related posteriorly لي ال head of the pancreas. يعني في مجموعة من ال structure behind ال head of the pancreas. عندي common bile duct و inferior vena cava behind the head of the pancreas والابدومينال اورطة. الابدومينال اورطة بيبقى behind the unsonant process. بالتالي the unsonant process of the pancreas related in front لي superior mesenteric vessels وrelated behind لي الابدومينال اورطة. يبقى انا عندي ال structure اللي related posteriorly لي ال head of the pancreas ال common bile duct و ال and the inferior vena cava. تمام، with termination of the renal right and left renal veins. وراهالكوا في الدياجرام اللي بعد كده، انا عندي ده كده ال inferior vena cava، ده ال inferior vena cava، ده ال right renal vein والليفت رينال فين، هما بينتهوا في الانفيريور فينا كافا. مجموعة الاستراكشر دي اللي هو الانفيريور فينا كافا بالرينال فينز، التو رينال فينز بيبقوا ريليتد بوستيريور للهيد اوف ذا بانكرياس. بعد كده هناخد الريليشنز اوف ذا نيك اوف البانكرياس. عايزين نعرف ايه الاستراكشر اللي ريليتد انتيريورلي النيك اوف البنكرياس، وبعد كده نعرف ايه الاستراكشر اللي ريليتد بوستيريورلي النيك اوف البنكرياس. طيب احنا عارفين ان النيك اوف ذا بنكرياس تعتبر الكونستريكتد بارت ما بين الهيد اند البودي، ريليتد انتيريورلي البايلورو ديودينال جانكشن، يعني البايلورو ديودينال جانكشن ان فرونت اوف ذا نيك اوف البنكرياس. مين كمان in front of the neck of the pancreas؟ ال artery ده اللي هو ال gastro duodenal artery اللي هو ده بيكون in front of the neck of the pancreas و two divisions of ال gastro duodenal artery اللي هما superior mesenteric duodenal artery و
اما ال posterior relation of the neck of the pancreas، مين ال structure اللي جاية behind ال neck of the pancreas؟ هي ال beginning of the portal vein، تكوين ال portal vein، بداية تكوين ال portal vein، لان هو بيتكون من ال splenic vein وال superior mesenteric vein. فبداية البورتال فين اللي هو الجزء ده اللي احنا نقدر نقول عليه beginning of the portal vein behind the neck of the pancreas. من الدياجرام ده نقدر نراجع معلومة كنا قلناها قبل كده، ان دي كده ال ancient process of the pancreas بتكون related anteriorly لل superior mesenteric artery وال superior mesenteric vein و related posteriorly لل abdominal aorta. This is the abdominal aorta related posteriorly to the ancient process. بعد كده هناخد ال body of the pancreas. Body of the pancreas. علشان نعرف ال يعني ندرس the relations of the body of the pancreas، لازم الاول نعرف ال description، ال anatomical description، بحيث ان انت تبقى عارف ان ال body of the pancreas we have three borders. ده كده ال upper border، ال border ده بنقول عليه lower border، اما البوردر ده anterior border of the body of the pancreas and have three surfaces. حيث ان انا عندي السيرفس ده anterior surface، والسيرفس ده اللي هو ما بين ال anterior border and the inferior border inferior surface، وفي بقى سيرفس بيبقى ورا بنقول عليه posterior surface اللي هو هيبقى ما بين الابر بوردر واللور بوردر، والدايركشن بتاعه بوستيريور، بيبقى بالشكل ده كده. شايفين الترانجل ده؟ الترانجل ده بيوصف البوردرز اند السيرفيس اوف ذا بودي اوف البانكريس، بحيث ان ده كده الابر بوردر، الانتيريور بوردر اند الانفيريور بوردر. السيرفيسز اللي عندي بقى يبقى عندي anterior surface، inferior surface اللي هو السيرفيس ده، واللاين ده بيريبريزنت البوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي اوف البانكرياس. ريليشنز اوف ذا upper اند lower borders اوف ذا بودي اوف البانكرياس. الابر بوردر اللي هو ده ريليتد لايه؟ ريليتد للسبلينيك artery. splenic artery branch من celiac trunk بيبقى related لل upper border of the body of the pancreas، وبيبقى ليه wavy course كده. بداية ال lower border، ال lower border its right part related لل superior mesenteric vessels. عندي في ال sagittal section بنوضح على ال diagram ده كذا حاجة. بنوضح ال relations of the anterior border، relation of the anterior surface، relation of the inferior surface of the body of the pancreas. تعالوا نشوف ازاي. انا عندي ده كده sagittal section، بحيث ان انا كده anterior، كده posterior. That section of the pancreas section تحديد في منطقة ال body of the pancreas طالع بالشكل اللي هو triangular ده، بحيث ان انا عندي ال point دي بت represent ال upper border، ال point دي represent ال anterior border، وال point دي represent ال inferior border. عندي ال line ده بي represent ال anterior surface of the body، واللاين ده represent ال inferior surface of the body، واللاين ده represent ال posterior surface of the body of the pancreas.
تعالوا نشوف ال relations بتاعت كل bars من ال bars دي. أول حاجة relation of the anterior border اللي هو ممثل بـ ال point دي. هنلاقي إن ال anterior border of the body of the pancreas ده طبعا section، لكن احنا بنتكلم على ال anterior body، ال anterior border of the body بطوله. بي جيف اتاتشمنت تو ذا ترانسفيرس ميزو كولو، ترانسفيرس ميزو كولو، تمام. طيب لاحظوا كده معايا في الدايجرام ده، ده كده اتفقنا ان ده كده الانتيريور سيرفيس اوف ذا بودي، اللاين ده كده بيمثل الانتيريور سيرفيس اوف ذا بودي. ريليتد لايه بقى؟ ريليتد للليسر سي، والليسر ساك بيفصل الانتيريور سيرفيس اوف ذا بنكرياس عن البوستيريور سيرفيس اوف ذا ستومك. احنا شفنا الساجيتال سيكشن ده قبل كده وعرفنا ان البريتونيال ساك بيكون الساك الكبير ده، ده كده كله، ده كده كده كده، ده الجريتر ساك. اما الساك الصغير ده من البريتونيال ساك اللي هو بيبقى بيهايند الاستومك وبيهايند الجريتر اومنتوم بنقول عليه ليسر ساك. فتيجي تقرا الريليشن اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا بنكرياس من خلال الساجيتال سيكشن ده، هتلاقي ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا بنكرياس كفرد باي البريتونيوم اوف ذا ليسر ساك. Lesser sac separate the anterior surface of the pancreas from the posterior surface of the stomach. تمام؟ طيب علشان نقرأ relations of the inferior surface of the pancreas اللي هو surface ده، هتلاقوه ان هو covered by peritoneum of the greater sac related to the duodenum jejunal flexure والchiasis of jejunum. Related to the duodenal flexure and the coils of the jejunum. The coils of the jejunum. طيب في السلايد دي يا دكاترة هندرس فيها relation of the posterior surface of the pancreas. احنا من الاول عارفين ان البنكرياس واحد من الريتروبريتونيال اورجان، وبالتالي هو ريليتد للبوستيريور ابدومينال وول، يعني اتس بوستيريور سيرفيس ريليتد للبوستيريور ابدومينال وول، تمام. فالبودي اوف ذا بنكرياس بيبقى موجود بشكل ترانسفيرس عامل كروسنج لمجموعه الاستراكشرز دي لغايه لما ينتهي التيل اوف ذا بنكرياس ات السبلين. فمين هي مجموعة الستركشرز اللي تعتبر behind البودي of the pancreas أو related للposterior surface of the body of the pancreas؟ عندي الابدومينال أورطة، origin of the superior mesenteric artery، the left renal vein اللي هو ده، the right sorry the left suprarenal gland اللي هي دي، the left kidney. كل الستراكشرز دي بتكون behind البودي اوف البنكرياس، او بمعنى تاني الستراكشر دي related ل البوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي، يعني behind البوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي اوف البنكرياس. وعندي كمان السبلينيك فين، سبلينيك فين بيبقى طالع من السبلين وماشي ورا البودي اوف البنكرياس. فانت تبقى عارف ان السبلينيك ارتري زي ما قلنا قبل كده ريليتد للابر بوردر. اما السلايد دي هندرس فيها او هنوضح فيها الريليشنز اوف التيل اوف البنكرياس، وده اخر بارت من البنكرياس اللي هو تيل اوف ذا بنكرياس. طبعا الدايجرام ده متاخد كرونال، مرسوم كرونال سيكشن، تمام. ده كده رايت وكده ليفت، تمام. عندي واحد من البريتونيال فاز اسمه لاينو رينال ليجمنت، دبل لاير من البريتونيوم اسمه لاينو رينال ليجمنت، لان هو بيبقى ما بين السبلين والليفت كيدني.
فالتيل اوف ذا بانكرياس بيبقى within الرينال ليجامنت with the splenic vessels. فريليشنز اوف ذا تيل اوف ذا بانكرياس ان انت تبقى عارف ان التيل اوف ذا بانكرياس بيبقى موجود lies inside the line. في الدايجرام ده هيبقى واضح بالنسبه لك ان التيل اوف ذا بانكرياس related لي الفيزرال سيرفيس اوف ذا سبلين. This is the visceral surface of the spleen. فالتيل اوف ذا بانكرياس related للفيزرال سيرفيس اوف ذا سبلين just below the lateral end of the hilum of the spleen. حتى وقت ما كنا بندرس السبلين كان من ضمن ال impressions of the visceral surface of the spleen pancreatic impression, وكنا بنقول ان ال pancreatic impression ده related لل tail of the pancreas. طيب في السلايد دي ندرس البانكرياتيك داكس. انا عندي مين بانكرياتيك داكت اللي هي دي كده بنسميها مين بانكرياتيك داكت. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان هي it begin in the tail, بدأ من اول التيل وبتبتدي ان هي تران بشكل transversely inside الجلان, وخلال ما هي ماشية عمالة بتريسيف التريبيوتريز بتاعتها. بعد كده كمل الكورس بتاعها في الهيد اوف ذا بانكرياس, والجزء التاني انتوا عارفين ان هي بتيونت with الكومن بايل داكت. كانوا بيعملوا بالش اسمه هيباتو بانكرياتيك امبولا او امبولا اوف فاتر. بالاخر الامبولا اوف فاتر دي بتفتح في الميديال وول اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديودينوم اون سميت اوف الميجور ديودينال بابيلا. طيب الاذر بقى بانكرياتيك داكت, الاذر بانكرياتيك داكت بنسميها اكسسوري بانكرياتيك داكت اللي هي دي اكسسوري. يبقى انا عندي المين بانكرياتيك داكت وعندي الاكسسوري بانكرياتيك داكت, بحيث ان الاكسسوري بانكرياتيك داكت لو موجوده بتبقى موجوده in the head, تبقى موجوده in the head of البنكرياس. تعمل درينج للانسولين بروسيس, تعمل درينج لللور بارت اوف ذا هيد اوف البنكرياس. بعد كده تدي ان هي تران ابورد, بحيث ان هي بتكروس ان فرونت كروس ان فرونت المين بنكرياتيك داكت, وفي الاخر اوبن بشكل منفصل برضو at the medial wall of the second part of the duodenum on summit of minor duodenal papilla, حيث ان الماينور duodenal papilla تكون حوالي 2 سنتيمتر above الميجور duodenal papilla. طيب بعد كده هناخد الarterial supply of the pancreas. الارتريال سبلاي اوف ذا بنكرياس بيبقى عن طريق مجموعه من البرانشز. عندي اول حاجه بانكرياتيك برانش اللي هما دول بانكرياتيك برانشز, مجموعه من البانكرياتيك برانشز بتعمل سبلاي للبودي اند التيل اوف البنكرياس, والبانكرياتيك برانشات من السبلينيك ارتري. عندي الارتري ده superior pancreatic duodenal artery, ده بيعمل supply لل upper part of the head of the pancreas وهو branch من gastro duodenal artery. عندي inferior pancreatic duodenal artery بيعمل supply لل unsynced process وال lower part of the head of the pancreas وهو branch من superior mesenteric artery. أما venous drainage of the pancreas فالبنكرياتيك vein drain into the splenic vein, superior and inferior pancreatic duodenal veins drain into the superior mesenteric vein.
lymphatic drainage of the pancreas. عندي lymphatic drainage, lymphatic vessels from the body and tail, they drain into the pancreatic splenic lymph node. في الآخر تنتهي في celiac lymph node. The upper part of the head, lymphatic vessels from the upper part of the head drain into the hepatic nodes. From the lower part of the head drain into the superior mesenteric nodes, اللي هي بتكون related to the superior mesenteric vessels. ده كده the lymphatic drainage of the cancer head of the pancreas. لو حصل cancer في the head of the pancreas, بيبتدي العيان يشتكي من مجموعة من الساينز او السيمتومز, وطبعا اي واحدة بيبقى لها تفسير. فمثلا بيشتكي من obstructive jaundice, ده نتيجة ان هيبقى فيه بريشر على الكومن بايل دكت. هيشتكي من ايديما of the lower limb نتيجة البريشر على الانفيريور فينا كافا. هيشتكي من اسايتس نتيجة البريشر على البورتال فين. وهيشتكي من فوميتنج نتيجة البريشر او الكمبريشن على الديودينوم او الكمبريشن اوف ذا ديودينوم.